يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم أكل لحم الفيل وكذا الزرافة ونحوهما؟ ما حكم أكل لحم الفيل والزرافة؟ على كل حال، في شيء نص الرسول صلى الله عليه وسلم على تحريمه، وهو كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا حرام، هذا حرام بالنص، نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بقي اللي ما له ناب ولا مخلب لكن يستخبث أو يأكل الخبائث، يتغذى بالخبائث، هذا حرام أيضا، لأنه يتغذى بالخبائث أو هو مستخبث في نفسه تستخبثه النفوس، هذا أيضا يحرم ويحرم عليهم الخبائث. نعم.